صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وهل يؤخذ من ذلك جواز الدعاء على الكفار؟ إذا علمت أنهم لا يؤمنون، إذا علمت نوح عليه السلام علمه الله، أخبره الله أنهم لا يؤمنون، لا يؤمن من قومك إلا من قدام، أما أنت ما تدري، لا تدعو عليهم بالدمار والهلاك عن آخرهم إلى آخرهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ادعوا لهم بالهداية، الله يهديهم، أو ادعوا لهم، ادعوا على الظلمة منهم، ادعوا على الظالمين منهم. نعم.